جاهز يوسف؟ يا مايا استنى اسوي لك حزامك، استنى استنى شوي عشان اضبط لك حزامك. اه حزام بالضوء. يلا ماما جاهزين؟ يلا يوسف على النادي. جو روك. رايح شوي. بدايتي كانت في سنة 1993، حبيت اني ادخل لعبة الكاراتيه، حسيتها طبعا هي بتناسب شخصيتي شوي، كان عندي لياقة بدنية عالية في جسمي. بي سان حبيت اثبت للناس العكس انه هي اللعبة هي مش ذكورية، هي كمان تناسب الاناث. بلشت اعطي دورات في جامعة النجاح الوطنية للفتيات، وبعد هيك بلشت اعطي دورات في مركز الشتكان واللياقة البدنية في نابلس. روك سيتش. شاركت في بطولات أخذت من خلالها ميداليات فضية وبرونزية في الإمارات، وحصلت على الميدالية الذهبية في سنة 1995. أخذت المرتبة الأولى على مستوى الإمارات جميعها على فئتي وعلى وزني. في بطولة 97 وقت ما فزت أنا أخذت فيها ميدالية ذهبية، وقتها اختاروني أني أكون أمثل المنتخب الوطني الفلسطيني في لبنان. يا ليتش ممتاز. سن ماتي. الحزام الأسود واحد دان حصلت عليه في سنة 1996، وبعد هيك حصلت على 2 دان كمان في الإمارات. 3 دان والأربع دان أخذتهم عن طريق مدربي عمر شتية، أخذت من خلاله الدانات الأخيرة. سن الكاراتيه فن ذوق أخلاق، وبما أنه أخلاق فأنا كثير فخورة بماما أنها بتلعب كاراتيه. سن أنا هلا حاصلة على الحزام البني، وقريبا إن شاء الله راح أحصل على الحزام الأسود بعد فترة من التعب. وطبعا أنا بطمح إني أسافر برا وأصير أشارك بمسابقات يعني على مستوى العالم كله، وإن شاء الله يعني بوصل. كنت أنا أول من افتتح فرع الفتيات، فرع تدريب الفتيات في شمال الضفة الغربية. كان عندي لاعبات بشكل نواة صلبة في الكاراتيه الفلسطينية. مشاركة الفتيات زادت لأنه وعي الأهل تجاه قضية تدريب الفتيات زادت. نجيب الشنطة يا شام، نجيب الشنطة. يلا. أنا أم لخمس أطفال، وكمان أنا معلمة تربية فنية. بداوم أنا في مدرستين، مدرسة للذكور ومدرسة للإناث. عندي نادي بطلع كمان يوم السبت غير بقية أيام الأسبوع، بس طبعا أكيد أنه زوجي كتير دعمني في مسيرتي الرياضية أول ما أجيت خصوصا على فلسطين، لأني كمان دربت هناك في الإمارات. كانوا الناس عادي يعني عندهم إشي طبيعي أنها واحدة تتدرب كاراتيه، بس لما جيت هنا خصوصا في الجامعة الكل أول إشي كانوا يبعدوا عني، يفكروا أن أنا ممكن أكون مثلاً عدائية. بس شوي شوي لما تعرفوا علي أكثر إنه صاروا لا بالعكس يعني تغيرت نظرتهم، وحاولت كمان إن أغير نظرة الناس خصوصاً عنا في سلفيت، حاولت إنها تتغير نظرتهم. صاروا يبعثوا ولادتهم لعندي، وحالياً حتى أغلب طالباتي إنهم بنات يعني. بدرب طبعاً أنا ذكور بس البنات أكثر موجودين عندي حالياً في النادي.